اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال، وده سؤال لحضراتكم، كيف يمكن حمايه كلاتنبرج او الخبير الاجنبي اكس، عشان برضو محدش يقول لك ها، خلال الفتره القادمه في ظل كل الكلام اللي حضراتكم بتقولوا ده؟ شوف، اولا اول حاجه لازم ناكدها ان احنا مش نسايب كلاتنبرج ولا نعرف ولا لنا علاقه على فكره بيه. انا هنا قلت ان انا عندي تحفظات على هذا الاسم. لا، احنا بنتعامل مع هذه الشخصيه على انه شخص رشحه اتحاد الكره وتعاقد معه في مهمه اصلا التحكيم المصري مش بكلامنا. التحكيم المصري يعاني الامرين، بدليل واحد صغير قوي، اختفاء الحكام المصريين ومن الساحه الدوليه، وايضا والقريه قبليها والشكاوى الكثيره التي تم احالتها في فتره الكابتن عصام عبد الفتاح، تم احالتها الى كلاتنبرج نفسه للنظر فيها. فده نمره واحد، ان كلاتنبرج لا يمثل للاهلي وضعيه خاصه، وبالتالي النادي الاهلي بيتمنى التوفيق لكل الخبراء اللي جايين في عملهم. دي مساله بديهيه. اللي لو في خطا، بقى السؤال، لو في خطا حصل، النادي الاهلي هيكون موقفه ايه من حكم؟ اكيد النادي الاهلي هيبقى نفس طريقه الاعتراض، اللي هي ان هو بيثبت حقه. بس هو برضو النادي الاهلي وجهه نظري اتفضل، ان هناك ثقه في تغيير طبعا، او الاستجابه لتغيير بالزبط. او التغيير، خلينا نقول تغيير مش استجابه دي. التغيير اللي حصل من الكابتن عصام لوجود خبير اجنبي، اعتقد ان دي ثقه او بدايه، او بيقفل صفحه وبيفتح صفحه جديده كده. وبالتالي انا في الصفحه الجديده دي اصل انا اللي يهمني ايه؟ مش الخبير التحكيمي، انا اللي يهمني تحقيق العداله، تحقيق العداله والحكام المصريين الشباب اللي حضراتكم بتتكلموا عنهم دول، اللي هم كفاءات كبيره جدا والله، ولكن كانت تنقصهم العداله. وقبل كده كمان يا كابتن، العداله الاداريه يعني، في حاجه مهمه قوي في طريقه علاقه النادي الاهلي مع اتحاد الكوره المصري ومع الاتحاد الافريقي. ان انا لما اقدم لك شكوى بخصوص حاجه معينه الاقي رد. انا مش ببعت جوابات افتراضيه، انا ببعت لك جواب في حالات معينه ونقاط معينه نتكلم فيها. الوضع الطبيعي ان اتحاد الكره والنادي الاهلي ليسوا اعداء، يعني طبعا مفيش عداوه، عضو جماعيه معاه. ايوه يعني ده عضو، لا عضو ابرز اعضاء الجمعيه يا استاذ جمال، يعني عضو جماعيه معاه يعني الزملاء اللي في اتحاد الكوره. ايوه، ما هو ده طبيعي. ولذلك لما اتحاد الكوره اهتم زي ما حصل قبل كده مع الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي برضو لا عداوه بينه وبين النادي الاهلي، لما اهتم ورد على النادي الاهلي ايه اللي حصل؟ خلاص الدنيا ماشيه ومفيش مشاكل. لما الاتحاد المصري، وانا قلت ده والله من اسبوع كده تقريبا قبل الكلام ده، ايه يعني ايه العيبه في ان اتحاد الكوره يرد على طلبات مقدمها نادي بحجم النادي الاهلي ويبحثها، ياخد منها الصح ويعمله، مش لازم يعني النادي الاهلي لا يفرض عليك، لا ده هو بيقول ان في مشاكل واحد اتنين تلاته، رد على النادي الاهلي ده، شوفوا كلامه صح ولا كلامه غلط. لما حصل هذا التقارب وبقى فيه اسلوب حوار محترم بين الطرفين، النادي الاهلي اخذ قرار بالعوده الى الله ينور عليك، في ساعات بالتليفون، احتراما لانه حصل هذا التواصل بالشكل اللي حضرتك بتقوله. بالظبط، ما هو ده اللي انا بقوله. يبقى اذا كل الامنيات لكلاتنبرج او اخواته او اي حد هيتولى المسؤوليه بداله تمام، ان هو ينجح في مهمته، واحنا لا، يعني اي نادي محترم هيبقى عايز كده، مش محتاج اكتر من كده طبعا. العداله المطلقه، يعني ايه العداله المجرده يا استاذ جمال؟